عزول عثمة، السلام عليكم جميع. بمناسبة السنة الأمازيغية 1965، جمعية التجار المحمدية تنظم يوم أيام ثقافية لأمازيغية بمناسبة السنة الأمازيغية. وهذه المجموعة اللي تتشوفوا فيها حاضرة هنا مجموعة قبيل النسوس، حاضرين معهم البنات، هادو غير رجال والبنات مازال، حيت رجال بوحدهم والعيالات بوحدهم. المجموعات كتكون من رجال والعيالات. وتنقولوا السنة سعيدة للمغاربة كاملين وخاصة الأمازيغ. عليكم مازال في لون أمازيغ نزول العرب يبقى الأقدام، خاصة دار التجار المحمدية غرانا باش تغسي مغورنا كراسن 14 غتفرخين وحواش بنات أمل تبلغ سلام كلو ما يقال أمازيغ كلو ما يقال مغربة تبلغ سلام رسيني راس بكوسا ماينو. هذا راس العام ديال الشلوح كيحتفلوا به راس العام. كنحتفلوا مع العرب حتى هما راه بحالنا بحالهم، حنا من تفراوت من تفراوت فرقه ديال تفراوت، كنديروا احواش بينا بيبانا تمن هنا في الدار البيضاء، كنخرجوا الافراح كنخرجوا الحفلات كنخرجوا الاعراس. اليوم جينا المحمدية ندير لكم شوية ديال البروك وتشوفونا نشوفوكم، راه توحشناكم حتى انتم راه توحشتونا. ايوا الحمد لله جينا باش نشوفوكم ثاني وندير شوية ديال احواج تشوفوا تشوفوا ثقافة مغربية اصلية مغربية الحياة اصلية ديال تفراوت منطقة تفراوت. وكنشكركم، شكرا.